بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعين قناه الاسكول طلاب الصف الثالث الثانوي. ان شاء الله هنكمل معاكم مراجعه ليله امتحان ماده الفيزياء. في الفيديو ده ان شاء الله اولاد هنكمل معاكم مراجعه الفصل الثامن بعنوان الالكترونيات الحديثه. هنتكلم في الفيديو ده عن اخر جزئيه فيه بعنوان الترانزستور والبوابات المنطقيه. قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يوصل. طيب تعالى كده ايه نلخص الجزئيه دي كده، نبتدي بالترانزستور. الترانزستور ده بيختلف عن الديود في ايه؟ الديود زي ما احنا اتكلمنا في الجزء اللي فاتت بيتكون من بلورتين N و P، انما الترانزستور ده بيتكون من 3 بلورات، ممكن يكون NPN او PNP. طيب انا بستخدمه في ايه؟ له استخدامين، بستخدمه كمكبر للاشارة وبستخدمه برضو كمفتاح. طيب هو عبارة عن ايه؟ ترانزستور ده الرمز بتاعه عبارة عن 3 بلورات زي ما احنا بنقول. أول بلورة اسمها الباعث، تاني بلورة القاعدة، تالت بلورة اللي هي المجمع. طيب والسهم ده بيعرفني نوع الترانزستور إذا كان NPN أو PNP. يعني هنا السهم ده سهم التيار، التيار بيجي من الموجب للسالب، موجب يعني بلورة بي، سالب يعني بلورة N، يبقى الترانزستور ده NPN، بلورتين N وبينهم بلورة بي. طيب انا هنا بستخدم الترانزستور ده كمفتاح وبستخدمه برضو كمكبر. تعالى كده نشوف ازاي بستخدمه كمكبر. مكبر للايه؟ للاشارة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم في الميكروفون، فالاشارة الصوتية هنا بتدخل ميكروفون اشارة ضعيفة وبتطلع بصورة مكبرة عن طريق الايه؟ السماعة. طب ايه المسؤول عن تكبير الاشارة؟ الترانزستور. ازاي؟ دلوقتي الإشارة الضعيفة اللي أنا عايز أكبرها دي بدخلها في تيار القاعدة وبكبرها عن طريق تيار المجمع. يعني هنا الإشارة الصغيرة الضعيفة بتدخل بصورة مصغرة في تيار القاعدة وبتطلع بصورة مكبرة في تيار الإيه؟ المجمع. يعني أنا بالظبط كده عندي هنا القاعدة ده متصل بالميكروفون بالشكل ده كده، وهنا الشخص اللي بيدخل الإشارة الضعيفة دي بيدخلها في تيار القاعدة، فبتظهر بصورة مكبرة فين؟ في تيار المجمع. يعني أنا بوصل المجمع ده بالسماعة، فالإشارة بتطلع بصورة مكبرة عن طريق الإيه؟ المجمع. يبقى الإشارة الصغيرة الضعيفة دي بس بدخلها في القاعدة فبتظهر بصورة مكبرة عن طريق تيار الإيه؟ المجمع. طيب يبقى إذن هنا تيار المجمع بيكبر تيار القاعدة. النسبة بينهم، النسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة بقول عليها نسبة التكبير، بيتا إي، نسبة التكبير. نسبة التكبير النسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة، أي سي على أي بي. طيب في نسبة تانية اسمها نسبة التوزيع. نسبة التوزيع دي النسبة بين تيار المجمع إلى تيار الباعث، أي سي على أي إي. طيب في علاقة ما بين البيتا اي والالفا اي؟ اقدر اقول ان البيتا اي بتساوي الفا اي على 1 ناقص الفا اي، والالفا اي بتساوي بيتا اي على 1 زائد بيتا اي. طيب احنا عندنا تيار المجمع وتيار القاعدة وتيار الباعث، طب في علاقة ما بينهم؟ اكيد. بص كده دلوقتي الترانزستور بيبقى متوصل في الدائرة دي، في دائرتين، البطارية دي في سي سي، التيار اللي خارج منها رايح للمجمع فبقول على اي سي، والبطارية دي جهة الدخل، التيار اللي خارج منها رايح للقاعدة فبقول على التيار ده اي بي. تيار المجمع وتيار القاعدة دول بيتجمعوا لي عند الباعث فبيخرج لي هنا تيار الباعث اي اي. يبقى انا اقدر اقول بكل بساطة تيار الباعث ده بيساوي تيار المجمع زائد تيار الايه؟ القاعدة. تعالى لي بقى هنا في المسار ده، ال VCC بيساوي كم فرق جهد؟ بيساوي فرق جهدين، فرق جهد المقاومة دي اللي هو ICRC زائد فرق الجهد ما بين المجمع والبعث اللي هو ال VCE اللي هو جهد الخارج. يبقى أنا أقدر أقول VCC بيساوي ICRC فرق جهد المقاومة دي زائد VCE فرق الجهد ما بين المجمع والإيه؟ والبعث. طيب ترانزستور كمفتاح أنا بستخدمه إزاي كمفتاح؟ لو أنا جيت وصلت، يعني اعتبرت إن مقاومة المجمع دي اللي هي المتصلة بالمجمع اعتبرتها على إنها مصباح. لو أنا عايز أخلي الترانزستور يعمل كمفتاح غلق، يعني لازم المصباح ده يضيء، يعني لازم الأي سي يمر. لما الأي سي يمر يبقى لازم الأي بي يمر، لما الأي سي يمر
يبقى لازم الاي بي يمر. بالتالي هنا بوصل القاعده والبعث، ده توصيل ايه امامي، يعني موجب بموجب وسالب بسالب. طب لو انا عايز اخلي الترانزستور ده يعمل كمفتاح فتح، يعني معنى كده ان الاي سي لا يمر، بالتالي الاي بي لا يمر، بالتالي بوصل القاعده والبعث توصيل ايه خلفي. تعالى كده نشوف اهم الافكار في الترانزستور. اول سؤال، ده تجريبي 21، عندي هنا دايره الترانزستور بالشكل ده، بيقول لك ال VCA هنا بكام؟ 8/10 فولت. ال VCA ده 8/10 فولت، عندما كانت مقاومة دايرة القاعدة ايه؟ 4000 فولت. ال RB هنا بكام؟ 4000. عايز ال RC، عايز ال RC. طب اجيب ال RC ازاي؟ هو جايب لك ال VCC ب1.5 فولت، يبقى انا اكيد هستخدم قانون ال VCC اللي هو في سي سي بيساوي اي سي ار سي زائد في سي اي. طب انا عشان اجيب الار سي يبقى انا محتاج الاي سي، الاي سي بقى اجيبها ازاي؟ انت عندك دلوقتي من الفي والار اقدر احسب الاي بي، تيار القاعده. تيار القاعده ده اللي هو الاي بي ده بيساوي سنه ثالثه في على ايه على ار. يعني هنا الاي بي بيساوي الفي بكام؟ 2/10 والار 4000، احسبها يطلع 5/10 اس ناقص 5 امبير. طيب انت كده عندك الاي بي وعندك الاي اي، اقدر منهم اجيب الاي سي. الاي سي هنا احنا عارفين ان الاي اي تيار البعث بيساوي اي سي زائد الاي بي، يبقى الاي سي بيساوي الاي اي ناقص الاي سي. طيب يعني هنا الاي سي بيساوي الاي اي 1 مللي اقوم ضرب في 10 اس ناقص 3 ناقص الاي سي كام؟ ناقص الاي بي هنا بكام؟ حاسبينه ب5/10 اس ناقص ايه 5، هيطلع في الاخر 9.5 في 10 اس ناقص ايه 4. طيب تعالى بقى كده نعوض بقيمة الاي سي هنا عشان نجيب الـ RC. الـ VCC بكام؟ ب1.5. الـ IC 9.5 في 10 أس ناقص إيه 4 زائد الـ VCE بكام؟ ب8/10. أحسب أنا بقى كده الـ RC في الآخر، هتطلع 7.37 في 10 أس 2، 7.37 في 10 أس 2. طيب تاني سؤال معانا، برضه هنا جايب لي دايرة ترانزستور وعايز البيتا اي والالفا اي، وجايب لك هنا قراءة الفولتميتر كام؟ 4.8 فولت، والار سي 4.5 كيلو اوم، وجايب لك هنا تيار القاعدة اي بي 33 مايكرو، وجايب لك الفي سي سي. طب انا عايز هنا البيتا اي والالفا اي. طيب خد بالك البيتا اي دي بتساوي ايه؟ البيتا اي دي بتساوي اي سي على اي بي، وبتساوي برضو اقدر اجيبها من الالفا اي، بتساوي الفا اي على 1 ناقص الفا اي. طيب الالفا اي دي بتساوي ايه يا ولاد؟ بتساوي اي سي على اي اي، وبرضو اقدر اجيبها من البيتا اي دي، بتساوي بيتا اي على 1 زائد بيتا اي. يبقى انا محتاج اجيب الايات. طب انت عندك هنا الار سي جايب لك الار سي قيمتها وجايب لك فرق جهدها، اقدر اجيب منها الايه الاي سي. يعني هنا اقدر اقول ان الاي سي بتساوي في على ار، الفي هنا بكام؟ 4.8 والار 4.5 كيلو اقوم ضرب في 10 اس ايه 3. تعالى كده نحسبها، يعني هنا 4.8 على 4.5 في 10 أس 3 هيطلع 1.7 في 10 أس ناقص 3، 1.7 في 10 أس ناقص 3 أمبير. طيب أنت كده معاك الـ IC ومعاك الـ IB، ممكن نجيب منهم الـ إيه؟ البيتا إي. يعني البيتا إي هنا بتساوي IC على IB. طيب الـ IC هنا بكام؟ 1.7 في 10 أس ناقص 3، والاي بي هنا 33 مايكرو
يعني اضرب في 10 اس ناقص ايه، احسب انا بقى كده البيتا ايه هتطلع 32 و32 بالمية، 32 و32 بالمية. طب عايز احسب الالفا ايه، الالفا ايه هنا بتساوي على 1 زائد بيتا ايه، يعني 32 و32 بالمية على 1 زائد 32 و32 بالمية. أحسب في الآخر الألفا إيه هتطلع 97%، يعني ألف. السؤال التالت بيقول لي عندك مجموعة من البوابات المنطقية جوه ده خارجها بواحد كما بالشكل، إيه الاحتمالات المبينة في الجدول ليحقق إيه ذلك؟ تعالى كده نشوف كل احتمال، بس هنا في الأول أي بوابة هنا ليها عملية حسابية، يعني هنا الأند دي ضرب، الأند هنا الأور جمع. طيب تعالى كده نشوف أول احتمال، صفر وصفر، أدي هنا صفر وأدي هنا صفر، والمدخلين بتوع أند، المدخل ده متصل بإكس يعني ياخد صفر، المدخل ده متصل بواي يعني ياخد برضه إيه صفر. أند ضرب صفر في صفر صفر، أند ضرب صفر في صفر صفر، أور جمع صفر وصفر صفر، يبقى أول احتمال ده إداني صفر. تاني احتمال واحد وصفر، طيب ادي هنا واحد وادي هنا صفر، المدخل بتاع اند ده متصل باكس يعني ياخد واحد، المدخل ده متصل بواي يعني ياخد صفر، اند ضرب واحد في صفر بصفر، اند ضرب واحد في صفر بصفر، ارجع مع صفر وصفر يديني ايه صفر، يبقى تاني احتمال هنا بصفر. طيب نشوف هنا تالت احتمال، تالت احتمال هنا وحايد، ادي هنا واحد واحد وهنا برضو واحد واحد، اند ضرب واحد في واحد بواحد، اند ضرب واحد في واحد بواحد، اور جمع واحد واحد يديني واحد مش اتنين، يديني هنا واحد لان كل تعاملاتنا بالوحايد والايه والاصفار، يبقى هنا تالت احتمال ده ايه واحد، يبقى هو ده ايه الاحتمال الصحيح. طيب تعالى كده برضو نشوف دي هنا صفر وواحد، ادي هنا صفر وادي هنا واحد، هنا المدخل ده متصل بإكس يعني ياخد صفر، المدخل ده متصل بواي يعني ياخد واحد، هنا انت ضرب صفر في واحد بصفر، هنا انت ضرب صفر في واحد بصفر، وارجع مع صفر وصفر وصفر، يبقى هنا الاحتمال ايه سي. رقم أربعة، أي من الدوائر المنطقية التالية تحقق جهة الدخل والخارج المبين في الجدول المتعلق؟ طيب خد بالك هنا أور جمع، نوت هنا بقى عكس، أند ضرب عكس، أور هنا جمع وهنا أند إيه ضرب، وهنا نوت عكس وهنا أند إيه ضرب. طب تعالى كده في ألف، إكس بواحد واي بصفر، إكس بواحد واي بصفر، اور جمع يعني واحد وصفر واحد، نوت عكس يدخل واحد يخرج صفر. طيب تعالى كده في جيم، اكس بواحد واي هنا بايه بصفر، نوت عكس يدخل واحد يخرج صفر، عندي ضرب صفر في صفر بصفر. طب دال اكس بواحد واي بصفر، وهنا المدخل ده متصل بايه بواي يعني هنا ايه صفر، هنا اور جمع واحد وصفر واحد، اند ضرب واحد في صفر بصفر. طيب خد بالك انا عايز هنا المخرج بايه بواحد، هنا الاكس بواحد وواي هنا بصفر، اند ضرب واحد في صفر بصفر، نوت عكس يدخل صفر يخرج ايه واحد، يبقى هنا الاختيار الصحيح ايه ب. نيجي الرقم خمسة، عند استخدام الترانزستور كمفتاح وكان جهد الخارج اللي هو البي سي اي باتنين من عشرة فولت، ده البي سي اي، وجهد البطارية في دائرة المجمع يساوي 1.5 فولت، ده الـ VCC، عايز جهد مقاومة دائرة المجمع الـ RAC. طب ما احنا عندنا قانون الـ VCC ده بيساوي ايه؟ ICRC زائد VCE. انا عايز هنا الـ ICRC، الـ VCC بكام؟ الـ VCC 1.5، والـ ICRC ده اللي انا عايزه اللي هو فرق جهد مقاومة المجمع. الـ VCE هنا بكم؟ الـ VCE هنا ب 2 من 10،
احسب انا بقى كده اي سي ار سي 1.5 ناقص 2 من 10 هيطلع في الاخر 1.3 من 10. ايه رقم 6؟ مجموعة من البوابات المنطقية جهتها خارجية بإيه؟ بواحد كما بالشكل. أي من الاختيارات المبينة بالجدول لجهتي الداخل واي واكس يحقق ذلك؟ أنا اختياري يقول لي إن الخارج بإيه؟ بواحد. تعالى برضو نجرب إيه كل اختيار. أفكرك برضو هنا النوت عكس الأور جمع والإند هنا ضرب. إكس بصفر وواي بصفر، هنا ده صفر وهنا ده صفر، والمدخل بتاع أور ده متصل بإكس يعني ياخد برضو صفر. طيب هنا نوت عكس، يدخل صفر يخرج واحد، أور جمع صفر وصفر صفر، أند ضرب واحد في صفر بصفر، واحد في صفر بإيه؟ بصفر، يبقى ألف ده المخرج بصفر. تعالى كده ب هنا إكس بواحد وواي بصفر، هنا واحد وده صفر، المدخل بتاع أور ده متصل بإكس يعني ياخد برضه واحد. نوت عكس، يدخل واحد يخرج صفر، أور جمع واحد وصفر وإيه؟ واحد. أند ضرب صفر في واحد بكام؟ بصفر. طيب تعالى كده في جيب، أدي هنا واحد وده واحد، والمدخل بتاع أور ده متصل بإكس يعني نوت عكس، يدخل واحد يخرج صفر، أور جمع واحد واحد واحد، أند ضرب واحد في صفر بإيه؟ بصفر. آخر احتمال عندنا صفر واحد، أدي صفر وأدي واحد، المدخل بتاع أور ده متصل بإكس يعني ياخد صفر. نوت عكس، يدخل صفر يخرج واحد، أور جمع واحد وصفر واحد، أند ضرب واحد في واحد بإيه؟ بواحد. يبقى هو إيه الاحتمال ده اللي الخارج بتاعه بإيه؟ بواحد. نيجي هنا الرقم 7، ترانزستور ان بي ان معامل تكبيره ايه 30، فاذا كانت الار سي 50 كيلو اوم عايز شده تيار القاعده، عايز هنا الايه الاي، حاجه زي كده اتعمل ازاي؟ هو اولا جايب لك الفي سي سي ب 5 فولت، والفي سي اي بنص فولت، والار سي 50 كيلو. من قانون الفي سي سي ممكن نجيب الاي سي، يعني هنا الفي سي سي بيساوي في سي اي زائد اي سي ار سي. تعالى نعوض، ال في سي سي بكام؟ ب 5 فولت، ال في سي اي بنص زائد الاي سي مجهول، الار سي هنا بقى 50 كيلو اقوم ضرب في 10 اس 3. احسب انا بقى كده الاي سي، الاي سي اشوف يطلع بكام. هنا 5 ناقص نص ب 4 ونص على 50 هي 10 اس 3، هيطلع 9 في 10 اس ناقص 5، 9 في 10 اس ناقص 5 امبير. طيب كده انت معاك الايه الاي سي، معاك البيتا اي، اقدر اجيب الايه الاي بي. البيتا اي هنا دي بتساوي اي سي على اي بي. تعال بقى نعوض، البيتا اي هنا 30، الاي سي 9 في 10 اس ناقص 3، 9 في 10 اس ناقص 5. على الاي بي احسب انا بقى كده الاي بي، شوف تطلع بكام، هتطلع في الاخر 3 في 10 اس ناقص 6 امبير. الف. نيجي الرقم 8، الشكل يوضح جزء من الدائرة فيها عدة بوابات منطقية، أي الاختيارات يكون صحيح لجهد الدخل N و M حتى يكون جهد الخارج X ب A بواحد. تعالى برضو هنا إيه، وعايز جهد الخارج هنا بواحد. تعالى كده نجرب الاحتمال، M بواحد و N بواحد، والمدخل بتاع أور ده متصل ب M يعني ياخد برضو واحد. خد بالك هنا نوت عكس أور جمع وأند هنا نوت عكس، يدخل واحد يخرج صفر، اور جمع واحد واحد بواحد، اند ضرب واحد في صفر بايه؟ بصفر. يبقى هنا الف مخرج بصفر. طيب نيجي هنا ده بقى الام بواحد والان بايه؟ بصفر، الاور هنا المدخل بتاع اور متصل بام يعني ياخد برضو واحد. نوت عكس، يدخل واحد يخرج بصفر، اور جمع واحد وصفر واحد، اند ضرب واحد في صفر بكام؟ بصفر.
نيجي للاحتمال التالت، صفر واحد، ادي صفر وادي واحد، والمدخل بتاع اور ده متصل بام، يعني ياخد برضه صفر. نيوت عكس، يدخل صفر يخرج واحد، ارجع مع صفر واحد واحد، انت ضرب واحد في واحد بايه بواحد، يبقى هنا الاحتمال ج هو ده المخرج بتاعه بايه بواحد. طب نيجي هنا المسألة رقم 9، الشكل يوضح ترانزستور ان بي ان يستخدم كمكبر، عايز الفا اي على بيتا اي. طيب هو الالفا اي بتساوي السنة الثالثة، الفا اي دي بتساوي اي سي على اي اي، البيتا اي هنا بتساوي اي سي على اي بي. تعالى كده نقسمهم على بعض، يعني هنا الالفا اي اي سي على اي اي، البيتا اي هنا بقى شكل اي سي على اي بي مقام المقام اي بسط، اي سي هيروح مع الاي سي فيطلع لك في الاخر اي بي على اي اي، اي بي على اي اي. طيب يعني انت من الاخر محتاج الاي بي والاي اي. طب نجيبهم ازاي؟ الاي بي عندك، الاي اي نجيبها ازاي؟ انت من قانون الفي سي سي ممكن تجيب الاي سي، الفي سي سي دي بتساوي ايه؟ في سي اي زائد اي سي ار سي. تعالى كده نعوض، الفي سي سي 1.5، الفي سي اي باربعة من عشرة، زائد الاي سي مجهول والار سي هنا. احسب انا بقى كده الاي سي هيطلع في الاخر 2.75 في 10 سالب 3، 2.75% في 10 اس ناقص 3 ايه. طيب انت عندك كده الاي بي وعندك الاي سي، ممكن نجيب منهم من ايه الاي اي، الاي اي بتساوي اي سي زائد الاي بي. طيب الاي سي 2.75% في 10 اس ناقص 3 زائد الاي بي 6 في 10 اس ناقص 5. نحسب بقى كده الاي اي، شوف تطلع بكام، هيطلع 2.81% في 10 أس ناقص 3، 2.81% في 10 أس ناقص إيه 3. ده كده الـ IE. نقسم بقى الاتنين على بعض، ألفا إيه على بيتا إيه بتساوي أي بي على أي إيه. أي بي هنا بكام؟ 6 في 10 أس ناقص 5، والـ IE هنا 2.81 في 10 أس ناقص 3. أحسب أنا بقى كده، يطلع يعني 6 في 10 أس ناقص 5 على 2.81 في 10 أس ناقص 3، هيطلع في الآخر 2.13% في 10 أس سالب 2، 2.13% في 10 أس سالب 2. طيب السؤال العاشر، في أي من الدوائر المنطقية التالية يكون قيمة جهد الخارج عاليا، عاليا دي يعني ايه بواحد؟ طيب الأند دي ايه ضرب، نوت دي ايه عكس، واحد في واحد بواحد، نوت عكس يدخل واحد يخرج صفر. طيب ب النود دي عكس والاند ضرب، يدخل صفر يخرج ايه واحد، اند ضرب واحد في واحد بايه بواحد، يبقى هنا ايه بقى 11، اذا كانت نسبة التوزيع الفا اي للترانزستور هي 99%، دي الفا اي، عايز النسبة بين تيار البعث الى تيار الايه القاعدة. طيب تعالى كده بالنسبة التوزيع ممكن نجيب البيتا ايه، البيتا ايه دي بتساوي ألفا إيه على واحد ناقص ألفا إيه، يعني 99% على واحد ناقص 99%، يبقى هنا هيطلع في الآخر 99. طيب ممكن هنا نجيب أي إيه على أي بي إزاي؟ دلوقتي هنا لو جينا قسمناهم على بعض، يعني نقدر نقول
الفا اي على بيتا اي. الفا اي دي اللي هي ايه؟ اي سي على اي اي. بيتا اي اي سي على اي بي مقام المقام ايه بسط. اي سي هتروح مع اي سي يطلع لك في الاخر اي بي على اي اي. يعني خلصت الكلام، اي اي على اي بي، اي اي على اي بي هيساوي بيتا اي على الفا اي. طيب بيتا اي هنا بكام؟ ب99. الفا اي 99%، هيطلع لك في الاخر ب100. السؤال رقم 12 في دايرة البوابات المنطقية الموضحة بالشكل عين ما الاختيارات التالية وحقق الخارج بـ إيه بصفر. طيب تعالى كده نجرب الـ إيه الاحتمالات دي. إكس بصفر، واي بواحد، أول احتمال اللي هو ألف، إكس بصفر، واي بواحد، والزد هنا بصفر. المدخلين دول متصلين بواي، يعني ده واحد وده واحد. خد بالك عندي دي إيه ضرب أور جمع نوت عكس، هنا اور جمع. طيب هنا عندي ضرب صفر في واحد بصفر، اور جمع واحد وصفر بواحد نوت عكس، يدخل واحد يخرج صفر، اور جمع صفر وصفر صفر، يبقى هنا الف ده بصفر، يبقى هنا ايه؟ الف ده ايه صحيح. طب تعالى كده نشوف بقى الايه الاختيارات. ب واحد واحد صفر، والمدخلين دول متصلين بواي، يعني ده واحد وده واحد. اند ضرب واحد في واحد بواحد، اور جمع واحد وصفر واحد نوت عكس، يدخل واحد يخرج صفر، اور جمع واحد وصفر. طيب جيم كلهم بصفر، وده صفر وده صفر. اند ضرب صفر في صفر بصفر، اور جمع صفر وصفر صفر نوت عكس، يدخل صفر يخرج واحد، اور جمع صفر واحد بايه بواحد. طيب آخر اختيار عندنا و صفر وصفر واحد، صفر وصفر واحد، المدخلين دول بصفر. عند ضرب صفر في صفر بصفر، أرجع مع صفر واحد بواحد نوت عكس، يدخل صفر يدخل واحد يخرج صفر، أرجع مع صفر وصفر إيه صفر، يبقى هنا ألف وده الإيه ينفع. ده تجريبي إيه 23. آخر سؤال معانا ولد 13، ده تجريبي 23. بيقول لك هنا تيار القاعدة 6 مايكرو أمبير ده أي بي، ونسبة التوزيع 95%، عايز الـ أي إي والـ أي سي. فهنا أنت عندك الألفا إي دي بتساوي أي سي على أي إي. ممكن من نسبة التوزيع نجيب الـ أي سي والـ أي إي إزاي؟ معندناش لـ أي سي ولا أي بي. ممكن من ألفا إي نجيب البيتا إي. الألفا إي دي بتساوي بيتا إي على واحد زائد البيتا إي. طيب ممكن نقول برضو إن البيتا إي بتساوي ألفا إي على واحد ناقص الألفا إي. يعني هنا البيتا إي بتساوي ألفا إي 95% على واحد ناقص 95%. أحسب أنا بقى كده الألفا إي، شوف تطلع بكام. يطلع في الآخر 19، ده كده الايه البيتا ايه. طب من البيتا ايه والاي بي ممكن نجيب الاي سي. البيتا ايه بتساوي اي سي على اي بي. تعالى بقى كده نعوض، البيتا ايه هنا بكام؟ 19. الاي سي مجهول، والاي بي 6 مايكرو اضرب في 10 اس ناقص ايه 6. خد بالك مش لازم نحول المايكرو، لأن هو هنا في الاختيارات جايبها لي إيه بالمايكرو. يبقى هنا 6 في 19 هيطلع إيه 114 مايكرو أمبير. يبقى هنا الأي سي بيساوي 114 مايكرو إيه أمبير. كده أنا جبت الأي سي. عايز أجيب بقى هنا الأي إي. الأي إي هنا بتساوي الأي سي زائد الأي بي. طيب الأي سي 114 والأي بي بستة، هيطلع في الآخر 120 مايكرو إيه. يبقى هنا هتبقى 1000. كده ولاد خلصت مراجعتنا في الجزء الثاني في الفصل الثامن، واللي اتكلمنا فيه عن الترانزستور والبوابات المنطقية. يا رب تكون الدنيا سهلة عليكم.
اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.